برج خليف waa dhismaha ugu dheer caalamka waxa uu ku yaalaa magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta waxa uu ka kooban yahay deegaano xafiisyo iyo waliba sidoo kale gobnasiino برج خليفة وحاله شركة ده هرمرينتا قريها إيمار لسمها أوكيا لا ودد الشيخ محمد بن رشيد وحال نقشدينتا إيا لسمها بكاقيب قاعتي جنيرو مريكان آه أو كميدي هاي أدريان إسميث أو عان كأه بريك دحي لسمها برج خليفة وحاقيب قاعتي لسمه سا طبعا إلا بكون أو شقاله أو جوكتا آه إيو سيدو كالي لباتن إلا بمليان أو آه حوكستو ساعد لغوله الشيي وحانا أكو بحضي إلا إيو هال دبيع لشن بليان أو دولار كمريكان كا جنرالي هوشو ودي لما انت لسمها برج خليفة حيكو قادتي إلا إيشان سانو سديد بلود يلاباتن إيشان مالين لسمها برج خليفة وحاو بلاودي لحدي جنوري سنة دي لابدا كون يأفرتي وحانا أسوق بقبوي بشي أكتوبر لابدا كون يسقالكي برج خليفة وحاسر رسمي أه الله فري أفرتي بشي جنوري سنة دي لابدا كون يطبنكي حفلة دا فريتانك وحاقيقي بقاتي إلا يطبن كون أوقف لسمها برج خليفة وحاولك كفوقي هاي لابا كون تدوب بقول لاباتن إلابي إنجي أما لاباتن إلابا عق تاس أو كدي هيسا لسمها أو دير دوني دا في دا أو سرهيسا لسمها برج خليفة وحالاقا أركي كرا فوغان دان إلا إيا كنتن إساقال مايل لسمها برج خليفة وحاولي هاي بقول إي لحدن إسدح بيانو إيا كنتن يتدوبوش ويشكا برج خليفة وحايل برغسي كستا وأبودا إنو قدبيو isla markaana uu ku gudbiyo 32 fiid dhismaha burj khalif waxa uu leeyahay sidoo kale 24,300 daaqadood